أكد عليه الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي خلال لقائه محافظة لحج اللواء أحمد تركي ووضح الحالمي رئيس انتقالي لحج. أكد دعم المجلس الانتقالي لجهود السلطة المحلية لتحسين أوضاع المحافظة. الكثير شدد خلال اللقاء كذلك على أهمية رفع مستوى التنسيق ومضاعفة الجهود والعمل المشترك بين السلطة المحلية وانتقالي لحج لتوفير احتياجات المواطنين وحل القضايا العالقة. افتتح نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد أبو بكر جبر اليوم مبنى إدارة الأمن العام عقب استكمال عملية إعادة تأهيل منشأته التي تضررت من حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية على المحافظة بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. شدد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت خلال ندوة إلى أين المسير وماذا غدا على مد جسور الترابط والشراكة بين المجلس وأئمة المساجد والدعاء في المحافظة. المحمدي طلب خلال الندوة التي نظمتها إدارة الفكر والإرشاد بالهيئة اليوم الاثنين في مدينة المكلا بالعمل على نشر الوعي والفكر المعتدل بين أوساط مجتمعنا في حضرموت. أطلق المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي اليوم الاثنين مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالذخيرة الحية لقوات النجدة، وشمل المشروع تنفيذ عملية ضد أهداف افتراضية للعدو باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدريب المشاركين على القنص السريع والرماية المباشرة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.